هنا بحيرة ناصر، أكبر البحيرات الصناعية في العالم، وهنا صحراء وعرة قاحلة، وما بين الصحراء والبحيرة حلم الأمة بتتمنى إنها تشوف الصحراء دي وادي جديد وجنات خضراء. من هنا اتولد الحلم الكبير والمشروع العملاق توشكا، الأمل والمستقبل. مع بداية عهد جديد للنهضة والتنمية المستدامة، وجهت القيادة السياسية إلى ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من كافة الموارد المائية المتاحة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية لمنظومة الري للحفاظ على الموارد المائية والاستفادة من كل قطرة مياه على أرض مصر بتمويلات ضخمة علشان يتحقق الحلم. فانطلق رجال مصر الأبطال يشقوا في قلب تلك الصحراء شرايين الحياة، فأبدعوا في استخدام أحدث الطرق في التغلب على كل التحديات اللي كانت بتعيق استكمال المشروع من ستينيات القرن الماضي، فقهروا عنفوانها وجبروتها. 7 كيلومتر حائط صخري شديد الصلابة من الجرانيت كان حائط صد بيمنع استكمال المشروع، فتمت عملية النسف الحذر باستخدام 8000 طن مفرقعات، وبإيقاع يواكب طموحات مصر وتطلعاتها سبقت الدولة الزمن، وبأقصى معدلات الإنجاز لاستصلاح وزراعة 430 ألف فدان في جنوب الوادي، منها 140 ألف فدان في توشكا. عملت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تأهيلها واستصلاحها بتنفيذ ما يلزم من البنية الأساسية، وتتضمن أعمال تسوية لأرض بالغة الصعوبة. أما عن شق الترع والقنوات فكان فيه تحديات تانية، حيث تبلغ درجة الحرارة 50 درجة مئوية. كما تم إنشاء الطرق الرئيسية والفرعية في وقت قياسي، بالإضافة إلى إنشاء الأعمال الصناعية الخاصة بهذا المشروع العملاق، موزعات وشبكات الكهرباء بإمكانيات تفوق الخيال. ولأنه صرح عملاق، تم إنشاء محطتين عملاقتين تضمان 22 مجموعة رفع بإجمالي طاقات 11.3 مليون متر مكعب في اليوم، كما يتم التشغيل بواسطة منظومة المراقبة والتحكم عن بعد سكادا. كما تم إنشاء عدد 132 محطة فرعية ومساعدة، واستكمالاً لتحقيق الهدف المنشود تم البدء في دراسة المرحلة الثالثة من المشروع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة لاستصلاح وإضافة مساحة من 40 إلى 60 ألف فدان علشان تكون جاهزة للزراعة في الموسم الزراعي 2025، عن طريق تنفيذ ما يلزم من أعمال بنية أساسية. إنها إرادة التنمية والبناء لا تتحقق إلا بسواعد الرجال وعزيمة الأبطال التي تقهر الصعاب. فخلال السنوات العشر الأخيرة تمت أعمال توصف بالمعجزات من طرق وكباري ومحاور هي الأكبر والأضخم في تاريخ مصر على مر السنين. وهنا في صعيد مصر تم إنجاز أكثر من 3000 كيلومتر من الطرق والمحاور. من أهم المحاور دي محور شرق العوينات الدخلة الفرفرة بطول 655 كيلومتر وعرض 3 حارة مرورية لكل اتجاه، واللي بيفتح آفاق جديدة للتنمية الزراعية والصناعية في صعيد مصر. محور الدكتور هشام عرفات بطول 180 كيلومتر وعرض 5 حارات مرورية لكل اتجاه، ويعد شريان رئيسي يربط محافظات الصعيد بالقاهرة. كما تم تنفيذ 4 محاور كبرى على النيل بمحافظات الصعيد بفتحات ملاحية كبيرة. محور اللواء سمير فرج شمال الأقصر بطول 19 كيلومتر وبعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وبيربط المحور ما بين الطريق الصحراوي الشرقي وطريق أسوان الغربي بما يخدم أهالي الأقصر وحركة السياحة من وإلى مطار الأقصر. محور الدكتور محمد سيد طنطاوي يبلغ طول المحور 28 كيلومتر بعرض 3 حارات لكل اتجاه، ويربط ما بين الطريق الزراعي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي، كما يربط محافظات إنا وسوهاج بالمراكز والمحافظات المجاورة. محور الدكتور جمال حمدان
بطول 3.7 كيلومتر وبعرض 3 حارات لكل اتجاه. بيخدم المحور أهالي محافظة سوهاج، حيث يصل بين طريق أسوان الزراعي الغربي وأسوان الزراعي الشرقي. محور الشيخ محمد صديق المنشاوي، ويبلغ طوله 41 كيلومتر وبعرض 3 حارات لكل اتجاه، ويربط المحور بين طريق الصعيد الغربي الجديد والطريق الشرقي القديم لخدمة أهالي محافظة أسيوط. وتواصل القوات المسلحة عطائها ودعمها لقطاع الطرق في جميع ربوع البلاد من منطلقات وطنية خالصة، وتنفيذاً لرؤية القيادة السياسية اللي أولت اهتمام كبير بتنمية الصعيد ورفع المعاناة عن أهله في كافة نواحي الحياة.